مشاهدي قناة انفوتك، فمرحبا بكم من جديد. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على قطعة أو لوحة للتحكم بالستيب موتور أو الموتور العادي وغيرها من الموتورات المتواجدة في السوق. هذه القطعة التي يمكن ربطها كذلك مع الأردوينو، الأونو أو النانو أو غيرها من القطع الأردوينو على هذه الشاكلة، مثلها مثل الشيلد كما ترون هنا، تم تركيبه على لوحة أردوينو ميجا. هذه القطعة كذلك أو مثل L298N تسمح لنا بالتحكم بموتورين ستيب موتور أو أربع مواتير من المواتير العادية. تربط وتزود بالكهرباء عن طريق 9 فولت و 5 فولت التي يمكن استمدادها عن طريق لوحة الأردوينو. هنا المنظمات، ثلاث منظمات لحركة الموتورات، ويمكن كذلك التحكم في السيرفو موتور إلى 2. هذه منافذ المواتير، وهنا بوتون ريزيت كما ترون لحماية هذه القطع الأساسية. نجد في جوانبها مجموعة من الكوندنساتور والريزيستانس لحمايتها من الكهرباء الزائدة. كذلك كما نرى هنا جامبر خاص بالباور، إذا تم ربط هذه القطعة عن طريق باور من هنا فلا يجب ربطها من باور آخر لكي لا يحدث هناك أي مشكل في الكهرباء وتنحرق أو تتلف عندك اللوحة، فالكهرباء يأتي من مكان واحد ليس من مكانين. هذا بوتون ريزيت لكي يتم إعادة تشغيل اللوحة، ويمكن تشغيلها بطريقة سهلة ودون أي عناء أو أي مشكل. ظهر اللوحة لا نجد أي معلومات، فقط معلومات متاحة هنا في الواجهة الأمامية، ويمكن بالدخول عبر موقع الشركة المصممة لأخذ معلومات كافية حول استعمالها. ونبخل عليكم بوضع فيديو تبسيطي وتطبيقي لكيفية استعمال هذه اللوحة للاستفادة من خاصيتها وأساسيات التعامل معها. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.